صور كرداسه. خلاص اتفضلي. بقول لمحمد كل سنة وانت طيب يا محمد بمناسبة عيد ميلادك، عشان عيد ميلادك بكرة يوم 24. دي أول حاجة ليك هديتي يا محمد، بقول لك كل سنة وانت طيب، وهديتك من الشعب كله المصري والعربي إني يقرأ لك الفاتحة بكرة يوم 24 ويقول لك كل سنة وانت طيب يا محمد. دي أقل حاجة يعملوها لك. وبقول لمحمد ولكل الشهداء، ده عيد الشهداء من الجيش والشرطة، لأني والله كل الشهداء كلهم أعظم رجال وأعظم شباب وأعز وأطهر ناس هم الشهداء، لأني دول ربنا هو اللي اختارهم، هم اللي اختارهم ربنا، بنقاهم والله نقاهم وكلهم صفات واحدة. بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين، انتوا في عند ربنا. بقول لهم انتوا عند ربنا وزمايلكم الموجودين بيكملوا وربنا يجيب لنا حقنا يا رب. وزي ما الرئيس النهاردة هو بيقوينا، الرئيس هو بيقوي أنفسنا اللي احنا شفناه منه النهاردة. بس أنا بقول له يا سيادة الرئيس، انت حلفت ان انت مش هتنسى أسر الشهداء، وقلت وعزة الله ما هنسى أسر الشهداء، ما تنساش أسر الشهداء وطار الشهداء. وقلت يا سيادة الرئيس أنا، انت قلت أنا مش هسيب طارهم، مش هسيب صقرهم. أرجوك أرجوك من أم قلبها محروق وعينيها راحت من بكتر البكاء على ابنها، بقول لك كرداسة وبعدها تاني كرداسة، أهم حاجة كرداسة، كرداسة يا سيادة الرئيس، كرداسة بقالهم سنتين ونص، سنتين ونص أم ما بطلتش بكاء، والله ما بطلت بكاء ولا يوم يا سيادة الرئيس. يا وزير العدل بناشد سيادتك، كل الكرداسة دولت أبنائك وشباب صغير، ومحمد كان 27 سنة كرداسة يا سيادة الرئيس بقالها سنتين ونص، وكل والنقد كل شوية يتأجل ليه؟ ده كان الصوت وصورة، كان الصوت وصورة. أنا نفسي حق محمد يجي طاره، لأن محمد خد حقه من ربنا، محمد دلوقتي عند ربنا في الجنة. أنا فخورة بيك يا محمد، أنا فخورة، أنت خدت ربنا نقاك شهيد، وانا خدت لقب ام الشهيد، انا خدت لقب ام الشهيد يا محمد، بس انا عايزه حقه والله يا استاذ احمد، يمكن ربنا يبرد قلبي شويه، لاني انا ما بنامش، انا مش عايشه والله، انا مش عايشه يا وزير العدل، انا مش عايشه، انا ام قاعده ما بعرف الليل من النهار ببكائي وحزني على ابني، لان محمد ده كان اطهر شاب، محمد دوت كنت بفتخر بيه، محمد ده كان صادق، محمد ده كان امين، محمد والله ما كان، اقسم بالله ما كان معاد عمله، بمجرد ما زميله اصغر منه سنا اتصل بيه وقال له احنا محاصرين، محمد قام جالي. شفت البطوله والشهامه؟ بالرغم يا استاذ احمد كان موجودين ناس في القسم وهربوا، لكن محمد دخل، هم خرجوا ومحمد دخل. انا مؤمنه بالله وعارفه ان محمد ربنا مختاره مع الشهداء، وبس انا عشان ارتاح ريحوا ام نفسي، انا ارتاح شويه، انا مش ضامنه عمري. يريحوا كل الامهات، كل الامهات كل نفس طلب حضرتك، يريحوا كل نعم. الامهات نعم. وبعدين في حاجه تانية يا استاذ احمد، اللي يطلع على الشاشات ويقول الدم المصري كله حرام، لا يا استاذ احمد، احنا نسيج واحد، لا احنا مش نسيج واحد، احنا في دم شهداء ابرار وفي دم مجرمين. حضرتك عارفه مين اللي بيقول كده؟ ايوه عارفه بالظبط كده، عارفاهم دول مين؟ يبقى ما يطلع يبقى هم ما يطلعوش يقولوا كده، عشان الدم احنا مش نسيج واحد، احنا لو كنا الاول نسيج واحد في شهداء وفي مجرمين، في شهداء وفي مجرمين، في ضحايا دول الشهداء والتانيين ارهابيين، يبقى ما احنا مش دم واحد، لا مش دم واحد، احنا مش دم واحد. ومحدش بعد اذنك يا استاذ احمد، محدش يطلع برضه ويتكلم ويقول احنا مصالحه، الاختلاف في الرأي لا يخلف للود لا يفسد للود قضية. لا ده يفسد للود، لأن إحنا حرقوا قلوبنا، إحنا أسر عايشة ومش عايشة، أنا واحدة على الناس. ما هو دول برة، دول على البر اللي بيقولوا المصالحة واللي بيقولوا الكلام ده. لا أنا بناشد رئيس الجمهورية بعد إذنك يا أستاذ أحمد، المصالحة دي في إيد الشعب، في ولا الرئيس ولا حد، نعم في ايد امهات الشهداء. صحيح. يجمعونا كلنا، يجمعونا كلنا امهات الشهداء والاطفال اليتامى، غير لما ناخد حقنا ونشوف كده. انا بشكرك اولا من كلامك كل مره على الشهداء والاسر والبلد، واهتمامك بالبلد، لكن احنا علشان يطلعوا ويحرقوا دمنا احنا، لا احنا دمنا مش ناقص حرق،
والله احنا ما ناقصين حرق. والده مريض في البيت، تعبان في البيت، على حرقته على ابنه، ما دقوش دول يا استاذ احمد حرقه الابن. والله يا عالم، والله يا ناس، حرقه الابن دي جامده قوي، وانا بدعيها لاي حد ما يشوفهاش اللي احنا شفناه. احنا عايشين ومش عايشين. ابني قعدت اربي 27 سنه، 27 سنة نسيت نفسي وربيته، وبقى كنت بفرح بيه وهو داخل وهو خارج، وكنت فخورة بيه ويخرج. وأنا قلت له، أنا أمه، قلت له ما تروحش. أنا أمه، قال لي ما ينفعش الكلمة ديت اللي في ودني عليك يا محمد، ما ينفعش. وراح نازل وقال لي يا ماما أنا ماشي. محمد اتصل بأخوه قال له خلي، يعني محمد كان شايف الموت بعينه. محمد اتصل بأحمد أخوه وقال له خلي بالك من ماما، خلي بالك من نفسك، وخلي بالك من ماما. الساعة 1:30 يا أستاذ أحمد، الساعة 2 اتصلنا بمحمد، لقينا تليفون محمد اتقفل. يعني أنت يا محمد بتوصي وأنت عارف اللي أنت رايح، بتودع وبتودع أخوك. فنفسي نفسي نفسي ديت أمنيتي يا سيادة الرئيس. أنت قلت أنا مش هنسى أسر الشهداء، ويعني مشيلي أمنية أهلي من نفسي، من نفسي نفسي امنياتي دي اشوفها. يمكن قلبي يرتاح، يمكن قلبي يرتاح، عشان لو قلبي ارتاح يمكن اعيش بقيت عمري مرتاح، لان انا لغايه دلوقتي مش مرتاح. بطلنا ساطع. تقول لزملائك النهارده ايه، ولقيادات الشرطه النهارده واحتفال بعيد الشرطه، بتقول لهم ايه؟